وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة هي المناعي، مدير عام الإدارة العامة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية بالهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب. مساء الخير دكتورة هيا. بداية، هل توضحي من أين جاءت فكرة تنظيم هذا المنتدى والهدف من وراء إقامته؟ احنا طبعا بناء في هيئة جودة التعليم والتدريب، هو طبعا قمنا بهالمنتدى طبعا من منطلق توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيتشا بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، أن الاحتفاء بالمرأة المهندسة كشعار ليوم المرأة البحرينية لهاي العام عام 2017. فالهيئة سعت أنها يد بيد مع المجلس الأعلى للمرأة أنها تعمل على تنظيم هاي المنتدى اللي هو عنوانه دور الإرشاد والتوجيه الأكاديمي في استدامة عمل المرأة في المجال الهندسي. والهيئة تشارك في هاي المنتدى مع المجلس الأعلى للمرأة باعتبارها بنت خبرة وشريك في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2015-2018. نعم. من خلال تقديمها للاستشارات والمقارنات في مجال تخصصها واللي يتعلق بقضايا وتمكين المرأة من خلال إدارة المعرفة والعمل مع الشركاء في بناء قصص نجاح مستدامة. أيضا لتأكيد الدور في دعم وتطوير المرأة البحرينية وتمكينها نحو تحقيق مستقبل واعد يصب في بناء مجتمع متكافئ يكون فيه البحريني والبحرينية الخيار الأمثل في سوق العمل وتحقيقا لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030. فالمنتدى من هالمنطلق. نعم دكتورة، ما هي المحاور التي تم مناقشتها في هذا المنتدى؟ المحاور طبعا في البداية تناول تقديم معرض حق قراءة واقع التعليم الهندسي في مملكة البحرين على ضوء نتائج مراجعات الهيئة والمبنية على تقاريرها، تم تقديمها من قبل الدكتورة وفاء المنصوري مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي. يلي ذلك كان جلستين، الجلسة الأولى كانت بعنوان دور الإرشاد الأكاديمي والدعم الفني في التعليم والعمل الهندسي، تم مناقشتها من قبل متحدثين من المختصين والخبراء في هاي المجال من القطاع الحكومي والخاص، ايضا كان عندنا خريجين، ومن طبعا المتحدثين كان عندنا الاستاذه لطيفه ابو نوضه الوكيل المساعد للتعليم العام والفني في وزاره التربيه والتعليم. نعم. دكتوره رائده العلوي قائم باعمال عميد شؤون الطلبه في الجامعه الاهليه، دكتور رائد الجودر الاستاذ المساعد بقسم الهندسه الكيميائيه جامعه البحرين، والمهندسه باسمه المحروس نائب رئيس اعلى الشركه العربيه الاستثمارات البترولية في السعودية. أيضا عندنا كان خريجة مهندسة ضي الدوسري مساح كميات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في نعم. وهي تمت بإدارة مديرة إدارة مراجعة أداء مؤسسة التعليم العالي. في الجلسة الثانية كان عنوانها دور مؤسسات التعليم العالي في موائمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، هاي طبعا أيضا تمت مناقشتها من قبل متحدثين ومختصين خبراء في المجال في القطاع الحكومي والخاص وأيضا الخريجين، منهم المهندسة أسماء مراد الوكيل المساعد للصرف الصحي في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عندنا أيضا مهندسة باسمة محروس ودكتورة رائدة العلوي، وأيضا خريجة اللي هي مهندسة الشيخة أحمد عبد الرحمن. نعم. اللي هي متدرب استراتيجي ومهندس مدني في شركة نفط البحرين. نعم. في بابكو. ختام هاي طبعا في ختام الجلسات تم وضع حوالي تقريبا 15 توصية في ضوء المناقشات اللي جرت في المنتدى. نعم دكتورة هي المناعي، مدير عام الإدارة العامة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية بالهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، شكرا جزيلا لك.